جزاكم الله خيرا واحسن اليكم المستمع حسن. السيد محمد بعث يسأل ويقول: افيدوني عما وقع لي في حجي في عام 1413، اذ لم اطف طواف القدوم ولا سعي، ولم اعمل طواف الافاضه ولا سعي الافاضه، وعملت طواف الوداع فقط، ثم سافرت الى مصر وانا اعمل في السعوديه، وفي العام الثاني حجيت لجدي. ارجو منكم افادتي عن وضع هذه الحجة وعما حصل لي مع أهلي بعد ذلك، جزاكم الله خيرا. حجتك الأولى غير كاملة، لأنه قد بقي عليك طواف الإفاضة وباق عليك طواف السعي وباق عليك السعي بين الصفا والمروة، وهما ركنان من أركان الحج، وباق عليك أيضا طواف الوداع عند السفر وهو واجب من واجبات الحج. فعلى هذا أنت حججت في السنة التي تليها وأحرمت وأديت الحج، لكن باق عليك من الحجة الأولى طوافها وسعيها ووداعها، فعليك أن ترجع إلى مكة وأن تطوف بنية طواف الحجة الأولى طواف الإفاضة، وتسعى بين الصفا والمروة للحجة الأولى، وعليك أيضا طواف الوداع عند السفر. وإن كان حصل منك جماع في هذه الفترة فإنك تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء. نعم.